بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته ذوي القدر الشميم. يا سيدي يا أبا الزهراء، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. علمتنا سر الحياة وقدتنا للخير والتوفيق والبركات، جنبتنا الزلل الكبير وصنتنا من شهوة تضغى ومنها فواتي. إن شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت عقولهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك الخطرات، وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأجوف الكلمات. لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى برنامجكم خواطر رمضانية. وهذه الآخر الخاطرة نقف فيها تأملا وتدبرا مع آية من كتاب الله عز وجل، وهذه الآية تشير في مضمونها إلى فضل إطعام الطعام وإلى فضل الإنفاق والبذل والعطاء، وهي قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم، نحن في رمضان وفي أمس الحاجة إلى إطعام الطعام، أن نطعم غيرنا. والقرآن بيذكر في غير هذه الآية بأن إطعام الطعام هو سبيل وطريق إلى تجاوز العقبات. قال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإنه إشارة إلى تجاوز عقبات النفس البشرية التي بطبعها تميل إلى الأنانية وإلى البخل، فلا بد أن نخرجها من هذا الطور الطيني إلى العالم الروحي، وأن تتعلم البذل والسخاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعلى بعض أهل التفسير بأن هذه الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نزلت في السيدة فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب، على قول بعض أهل التفسير بأنهما صاما لله عز وجل 3 أيام، ولم يكن عندهما إلا الطعام الذي يفطران به. ودا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة على قدر القوت. فصام سيدنا علي وصامت السيدة فاطمة، وفي اليوم الأول وفي وقت الفطر لما وضع الطعام وإذا بالباب يطرق، طرق الباب فقال لهم: يا أهل البيت، مسكين أريد طعام، يعني ما عندي ما أسد به الرمق. فأخذ السيدة فاطمة الطعام وأعطته لهذا المسكين الذي وقف متعشما عند آل البيت، واستمر صائمين. وفي اليوم الثاني وضع الطعام وطرق الباب، فلما طرق الباب إذا به يتيم، قال: يا أهل بيت رسول الله، أريد طعام. فناولوه الطعام وظل صائمين. وفي اليوم الثالث لما وضع الطعام إذا بالباب يطرق، فقال: يا أهل بيت رسول الله، أسير أريد طعام. فناولوه الطعام. ونزلت هذه الآيات الكريمات مخلدة لسيرة آل البيت، لأنهم أهل الإيثار، وكان الإيثار لهم شعار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. نعم، هو إطعام لوجه الله، لأنه لا يراد به شيء لأجل فقير ولأجل يتيم ولأجل يسير، لا يراد منه شيء غير ذلك إلا وجه الله عز وجل.
وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بنته السيدة فاطمة فوجدها من شدة الجوع يعني جائعة غارت عيناها فاحتضنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واغوثاه إلى السيدة فاطمة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن إطعام الطعام من الأهمية بمكان، وحتى عند الصالحين من عباد الله يقولون لقمة في بطن جائع أفضل من جبل أحد وأفضل من بناء ألف جامع وأفضل من كسوة الكعبة بالبراقع، لأن تضع يعني لقمة في جوف إنسان جائع أفضل من ذلك كله، لأن الطعام نفعه متعدي. ولذلك الصحابة الكرام تأملوا معاني هذه الآيات وعاشوا معاني الإيثار، ونعت الله عز وجل الأنصار بهذا النعت: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قالوا: جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وليس له طعام كثير إلا طعام يكفي الواحد، فاستضاف هذا الرجل الغريب وقال لابنه: ائتي بالطعام ونمثل لهما كأننا نأكل. فوضع الطعام وأطفأ المصباح وجعل كل منهم يدخل يده ويخرجها خالية إلى أن أكل هذا الضيف. ولما جاء هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب البارحة من صنيعكما، يعني هذا الصنيع الطيب المبارك إن الله عجب منه. الإنسان لابد أن يصل إلى هذه المرحلة. فرق ما بين الشح وما بين البخل. قالوا: إن البخل أي يمتنع الإنسان من إخراج المال من إطعام الطعام، ولكن الشحيح هو الذي يتأثر لو أخرج غيره. في غيرك أنفق أطعم طعام إنت بتتأثر، إذا تأثرت لإخراج الغير فأنت شحيح. ومن صور تأمل الصحابة للقرآن بأن سيدنا أبو الدحداح لما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله لا يوجد أحب إلي من هذا البستان، ما عندي أحب من هذا البستان. فأخرج البستان لأجل الله عز وجل، حتى يحكى بأن ابنه أخذ ثمر من هذا البستان قال: يا بني أرجع به فإنه للفقراء وللمساكين. وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فأعطاه إلى بعض أصحابه. الصحابة لأنهم عاشوا وتأملوا القرآن ويعرفون فضل إطعام الطعام والبذل للغير والإيثار، أخذ هذا الصحابي هذه التمرات وأهداها لجاره، والجار أهداها للجار. آخر صحابي جاد إليه التمرات قال له: ربما رسول الله لا يوجد عنده تمر ولا طعام، أرجع بها إلى رسول الله. فأتى بالتمرات وهي نفسها التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليهن وابتسم، لأنه ده المعلم الأعظم، علم الصحابة البذل والكرم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. والنبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام كان يدري حال أصحابه، يحكون في موقف طريف بأن سيدنا أبا هريرة وكان هو من أهل الصفة ويكتب الحديث، وأهل الصفة فيه نزل قول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سيدنا أبو هريرة: أصبت بمخمصة يعني جوع، وجلست في الطريق ألتمس المارة لأجل أن يعطيني أحد طعام. قال: فمر بي أبو بكر فسألت عن سؤال فأجابني وانصرف، ثم مر بي عمر فسألت عن سؤال فأجابني وانصرف. قال: فمر بي رسول الله ولما سألته، وسيدنا أبو هريرة لا يريد السؤال، يريد أن يقف معه رجل يسأله، قال: لما مر بي رسول الله وسألته عن سؤال قال: يا أبا هريرة ائتي خلفي ليس شأنك السؤال. قال: فلما أتيت خلف رسول الله
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قصع فيها لبن وقال لي ائتني بأهل الصفة، ائتني بأهل الصفة. قال فلما قال لي ذلك هممت، يعني هم داخل النفس، لما هم يعني حصلت البركة في هذا الطعام، فأتى بأهل الصفة وهم يعني أكثر من 40 رجل وشربوا جميعا واللبن ما زال في القصعة. قال له اشرب يا أبا هر، قال فشربت، ثم قال لي اشرب، قال فشربت، ثم قال لي اشرب واللبن في موضعه. فقال قلت في المرة الثالثة يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد لها مسلكا، لا أجد لها مسلكا. البركة بتحصل إذا أخرج الإنسان الطعام لأجل الله عز وجل ولوجه الله، كما حصل لسيدنا جابر بن عبد الله في الخندق، يعني ذبح شاة صغيرة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه بأنه قد ذبح شاة ولا تكفي إلا 7 أو 6 من الرجال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرد الطعام دون أصحابه، فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم طعام. قال سيدنا جابر والله لقد بلغ بي من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، يعني أهل الخندق 70 ودي بتكفي لها 6، لكن لأنه خلاص زاد يضعم النبي الله عز وجل بيجعل البركة. فلما قال بلغ بي الحياء ناداني رسول الله قال يا جابر لا تنزل القدر من على النار حتى آتي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في القدر فأكلوا جميعا والطعام في موضعه. فلا بد أن نحيي هذه السنة وأن ترجع المجتمعات المسلمة إلى عهدها السالف من إطعام الطعام، لأن النبي يقول من أفطر صائم فله أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قيل ليس لنا ما يفطر الصائم من الصحابة، قالوا يجد هذا، قال لهم هذا الأجر لمن أفطر فطر صائم ولو على مزقة لبن أو جرعة ماء أو شق تمرة. فالطعام فضله والإنفاق فضله لا يحصى، لذلك نتأمل القرآن ونقرأ القرآن من خلال رمضان، لا بد أن نقف عند هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكانت الثمرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإنفاق والمتدبرين والمتأملين لآي القرآن، وأن يخرج نفوسنا من الشح إلى السخاء والبذل والعطاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.